التعقيد نفهم جزء منه في الداخل في صراع القوى السياسية مع المجلس العسكري، وربما ألمحت إلى تدخل القوى الخارجية. هل تعطينا فكرة، إذا كنت تتفق مع هذا الكلام اللي أنا ربما فهمته من كلامك، هل تعطينا فكرة عن طبيعة هذه القوى الخارجية التي تتدخل فتزيد الموقف تعقيدا في السودان؟ طبعا القوى الآن متدخلة في السودان هي نفس القوى التي أجهضت الربيع العربي في البلدان العربية، وهي نفس القوى الأجنبية، القوى الغربية التي تآمرت على عدد من الدول. هذه القوى هي التي تعبث بالسودان الآن. معروف أن السودان ظل طيلة السنوات الماضية، حتى إذا اتفقنا واختلفنا مع النظام السابق، كان النظام له وجه، على الأقل وجه إسلامي فيه توجهات إسلامية. الآن الصوت الأبرز هو صوت العلمانيين السودانيين، صوت القوى اليسارية في السودان. هذه القوى اليسارية الآن تجد دعما كثيفا من بعض دول الخليج العربي، وللأسف القوى اليسارية تجد دعما غربيا. وأنا أستغرب أن الذين كانوا يتبنون الاشتراكية الماركسية هم الآن مطايا للرأسمالية الغربية، فلذلك هنالك تحالف خارجي قوي تقوده دول عربية وتتضامن معها وتتحالف قوى غربية مهيمنة، هي التي تحاول تشكيل المشهد السوداني وتحاول أن تصنع من هذه الأزمة نظام حليف للأنظمة العربية التي أجهضت الربيع العربي، وكذلك نظام حليف للغرب. هنالك مشهد يتشكل الآن في السودان، ولكن أنا أعتقد أن السودانيين يستطيعون مواجهة هذه المؤامرات وإجهاض هذه المؤامرات.